ينفعش نخرجه بإهانة أو مهما اللي حصل ده. إحنا كان المفروض يبقى فيه تغيير بس مش إهانة ليه يعني. أنا ضد الإهانة مش أكتر يعني. أنا خرجت في المظاهرات وطالبت بحقي لأن كنت عارف تماماً إن في فساد، بس ما عجبنيش الطريقة أو الأسلوب اللي إحنا بنطلب بيها يعني. ما ينفعش إن أنا أطلب وطالب بالحرية والديمقراطية وأنا بهين رمز بلدي. فإحنا عملنا مسيرة اسمها رد الجميل للرئيس، بنشكره على الحاجات زي ما طالبنا إن الفساد يعني يتشال من الدولة، وطالبنا بمحاكمة الفاسدين. لازم كمان نعترف إنه عمل حاجات كتير حلوة، فلازم نقول شكرا عليها يا رئيس. إحنا فندم معه الثورة يا رئيس، وفعلا كنا عايزين نتغير، بس مش ده الأسلوب اللي هتخرج بيه. كنا عايزين نبعت الروسية ونبعت للعالم الشعب المصري الأصيل، مش دول الشعب المصري اللي بينكروا الجميل اللي بيهينوا الرئيس بتاعهم. إحنا شباب وطني مش حزب وطني، إحنا شباب وطني مش حزب وطني. مع الثورة أنا مع الطرق التغيير، بس أنا ضد إن هو يتنحى، وضد إن رد فعل اللي هو الإهانة اللي حصلت في ميدان التحرير ورفع الجزم والحاجات دي، ده مش أسلوب متقدم. كلنا مع التغيير بس ما نهزقش نفسنا ونبوظ صورتنا ونبوظ بلدنا بالشكل ده. أنا شايفة إن إحنا كناس توفر لنا أمن وسلام وأمننا شعور لحاجات كتير جدا، ما عصرناش حروب في عصره. يا رئيس يابا يا قائدي، خلي بالك من صحتك يا ابويا، من فضلك احنا عايزينك، انت عارفتك كويس وانا عارفك كويس. حي رئيس، كلنا نحيي رئيس.